ليش عجبتني هالصورة بالذات يعني وريتها ان حسيت ان فيها فكره معينه يمكن مو مقصوده من الصوره بس لما شفتها وايد اوحت لي ان تلاحظين الكفوف هني كميه اكثر من الصوب الثاني وفي بينهم فاصل واليوم كانه يعني طريقه وقفته كانه قاعد يدور شغله فاوحت لي كان في قلوب حب وايد بالصوره احط لي شوي من ناحيه عاطفيه شلون واحد يعني ساعات لما يدش بعلاقه يطلع بعلاقه يحاول يعني يحب شخص ويرد ما ينفع مثلا ما يتفقون ويرد يحب شخص ثاني وثالث ورابع وفي قلب الحب هني وسهم طبعا موجود بالصوره من الاساس كانه يعني لو انت تلتفت حق شخص هو الياهل طبعا مو قاعد يشوف هالصوب بس لو يلتفت حق الصوب الثاني اللي هو اصغر ممكن انه يلقى الشيء اللي قاعد يدور عليه او الشخص اللي قاعد يدور عليه ما أدري حسستني أنا ما شفتها على طول حسيت بهالشغلة أحس إنه كأنه حياتنا واقعية لما شلون الواحد يدش بعلاقة يطلع يعني يتعرف على كذا شخص وما أدري شنو بالمقابل لو هو بس يلتفت على مكان أو ناس ما يدري عنه ممكن شخص ما يدري عنه ممكن يلقى فيه الشخص المثالي له فما أدري أنا وحالي وايد قبل الحب شلون طريقة السهم فعلى طول عطتني على الفكرة الصورة وايد وايد حلوة وباجي صورت مش يعني هذه وايد وايد حلوة وحبيت شلون ترابط الاثنين مع بعض بنفس المكان حبيت شلون بلاك اند وايت كل شيء بس بالمقابل طبعا اوكي يعني ما حسيت ان فيها فكرة نفس الاولى بس وايد حبيتها كالوان وكل شيء طبعا الماكرو يعني ما اقدر اتحكى صور سمر بس انه اوكي اثنين كمان انا حبيت اللي فوق وايد كون انه يعني الوان وزاوية وكل شيء اللي تحت عفيت وايد ان نبته معينه يعني تطلع بالكويت وايد احنا نشوفها وايد بس ما حسيت اني كان الفراشه واقف عليها بالطريقه والفوكس والاضاءه وايد حبيت شلون الاوت فوكس وكذي شكرا